يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. قفلنا خلاص صفحه دوري الابطال وبنفتح صفحه الدوري الممتاز اللي بنرجع له الحقيقه يمكن بعد طول غياب. ماتش اخر ماتش لعبه النادي الاهلي يمكن من شهر او اكتر، لكن عندنا اربع ماتشات من العيار الثقيل، خصوصا ان هم يمكن يكونوا فرصه كويسه مش بس عشان ان شاء الله نعوض اللي فاتنا، نرجع تاني ان شاء الله باذن الله نستعيد صداره الدوري الممتاز، لكن كمان عشان تجهز نفسك وتجهز فرقتك لنهائي دوري الابطال اللي اصبح عليه كلام كتير وهنتكلم في الحلقه النهارده، وخصوصا طبعا بعد عدم تاهل المغرب والوداد المغربي، وكمان بعد اعلان جنوب افريقيا ولايه جوتينج اللي بينتمي ليها او اللي بيلعب فيها فرقه كايزر تشيفز ان فيها كورونا وبالتالي عندهم مشاكل وفرضوا فكره عدم الدخول او الخروج من المدينه. هل ده ممكن ياثر بشكل من الاشكال على استقبال المغرب لنهائي دوري الابطال؟ هل من الوارد انه يتغير اسم الدوله المضيفه لنهائي دوري الابطال؟ هنطرح ده النهارده وهنتكلم فيه، لكن الاهم ان احنا نفتح ماتش بيراميدز، وماتش بيراميدز المواجهه المرتقبه او المنتظره بالنسبه للنادي الاهلي اللي هتتلعب ان شاء الله يوم الخميس. ماتش يمكن من ناحيه الجماهيريه يعتبر ثاني اهم ماتش بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بعد طبعا الكلاسيكو المصري بين الاهلي والزمالك لاسباب كثيره جدا. منها طبعا ان في عدد كبير جدا من لاعيبه النادي الاهلي السابقين بيلعبوا في الفرقه حاليا، منها طبعا انه بيراميدز كان من المفترض طبعا انه يمثل تهديد لقطبي الكره المصريه ويدخل في جو المنافسه، حتى ولو ما كانش ده حاصل بشكل رقمي او بشكل حسابي، بيراميدز بعيد تماما عن المنافسه على البطوله رغم الاسماء الكتير والكبيره اللي بيضمها الفريق، لكن تظل المواجهه بره اي حسابات زي الاهلي والزمالك كده، ما بيفرقش قوي حالة الفريق الفنية، ما بيفرقش قوي ترتيب الفريق، تظل المواجهة دي ليها اعتبارات خاصة، واعتقد انه ده كمان ينطبق على بيراميدز اللي بقى علامة استفهام كبيرة جدا، رغم كل الأسماء الكبيرة اللي بتضمها الفرقة على المستويين المحلي والإفريقي، الفريق دايما خالي الوفاض، يعني الفريق مش قادر يحقق أو مش قادر يحط بصمة تقول انه جاهز أو مؤهل على أقل تقدير انه يكون صاحب بصمة أو صاحب بطولة. ورغم كل ده خلي بال حضراتكم ده ممكن يكون، والعامل النفسي هيكون واحد من الحاجات المحاور اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، فكره انك انت ما يكونش عندك القدره انك تحقق البطوله يخلي مباراتك او مواجهتك للبطل في حد ذاتها دافع لانك انت تثبت وجودك، دافع لانك انت تدافع عن ذاتك، انك انت تحاول تثبت انك انت جدير او في مصاف الابطال، بما ان دايما انت ما عندكش انجاز حقيقي على الارض، فبالتالي مواجهتك لبطل الابطال دي في حد ذاتها ممكن تكون حافز، ومن هنا بتيجي صعوبه المباراه، هنا بتيجي صعوبه المواجهه بين الاهلي وبيراميدز، على الرغم من نتائج بيراميدز حتى في الدوري المحلي انا بعتقد على يعني لو الذاكره ما خانتنيش انه خسران اخر ماتشين قدام سموحه وقدام سيراميكا، وبالتالي النتائج بالورقه والقلم ما تقلقش، لكن الناحيه او الدوافع النفسيه ممكن تكون هي اللي ممكن الى حد ما تصعب من المواجهه. هنتكلم الحقيقه على ماتش اهلي بيراميدز، هنتكلم كمان عن المرحله اللي جايه بشكل عام، لان انت عندك اربع ماتشات تعتبر ثقيله، مقصه، المقاولين، سموحه، وطبعا البدايه هتكون مع بيراميدز. افكر حضراتكم بس بسؤال حلقتنا اللي هيكمل معانا لغايه يوم الخميس اللي جاي، افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر حضراتكم في مباراه العوده في القاهره بين الاهلي والترجي. طيب هو الماتشات بالترتيب هيكون بيراميدز الاول يوم الخميس، الحد هنلعب سموحه، بعد كده المقاولين، بعد كده المقصه، وبعد كده ان شاء الله باذن الله مش عارف هنروح المغرب ولا هنروح حته ثانيه، بس بعد كده هيكون مواجهه كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال. خلينا نبدا حلقتنا مع حضراتكم باهم الاخبار والعناوين. الاهلي يستأنف تدريباته غدا ومسحه طبيه للاعبين قبل مواجهه بيراميدز. محمد محمود يعود لتدريبات الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. اتحاد الكرة يخاطب الكاف رسميا لتقديم نهائي دوري الأبطال ليوم 14 أو 15 يوليو. جنوب إفريقيا تعلق نشاط الهواة بسبب كورونا قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز. والنني يستعد للموسم الجديد مع أرسنال بطريقة خاصة جدا. رونالدو بعد وداع البرتغال سنعود أقوى بعد الفشل الأوروبي. فاصل ونرجع لحضراتكم. يفضل الأهلي سر من أسرار تركيبة السعادة عند المصريين، ويا رب دايماً الأهلي مفرحنا. خليني أخد حضراتكم بقى لـ 88، 88 فتحت عيني على الطاحونة الهولندية، على كرة رائعة بتقدمها هولندا. الجيل ده
فاز ببطولة أوروبا سنة 88 وقدم الحقيقة يعني للعالم ثلاث نجوم مثلث أطلق عليه في التوقيت ده مثلث الرعب، نعرفه كويس جدا لأن هم قابلونا في كأس العالم 90، رود خوليت، فان باستن وفرانك ريكارد. ومن بعدها ابتدى الواحد يعرف يعني إيه الطاحونة الهولندية ويعني إيه نجوم الكرة في هولندا اللي بيقدموا الحقيقة حتى على مستوى الأندية مش بس على مستوى المنتخب الهولندي كرة ممتعة، كرة فيها متعة وفيها فن، مش بس معتمدة على فكرة التكتيك أو معتمدة على فكرة القوة أو معتمدة على فكرة اللياقة البدنية. ونجوم كتير جدا أمتعوا العالم على مدار سنين طويلة جدا ولعبوا الأكبر الأندية، بفتكر منهم مع الثلاثي المرعب طبعا دينيس بيركام، بفتكر باتريك كلايفرت، إدجار ديفيز، ياب ستام، فاندر سار طبعا واحد من حراس المرمى العظماء في تاريخ كرة القدم، مارك أوفر مارس، شنايدر، أري روبن، فيرجيل فان دايك طبعا من النجوم دلوقتي، وممفيس ديباي الحقيقة كل الكاتالونيين وعشاق البارسا منتظرينه مع البارسا في السيزن القادم. لكن الحقيقة لسنين طويلة يبدو أن المنتخب الهولندي بيحاول يلاقيها يستعيد هويته مرة تانية، على الرغم من أنه المنتخب ده حتى والنسخة والعروض اللي قدمها في بداية اليورو تقول أنه منتخب جاي ينافس، منتخب جاي يقول هولندا قوة عظمى في عالم كرة القدم، ورغم أن مقدماته كانت محترمة جدا ونتائجه كانت أكتر من رائعة إلا أنه خرج قدام التشيك في واحدة من مفاجآت البطولة. إيه اللي حصل؟ ازاي ممكن منتخب يضم الكوكبه دي من النجوم اللي بالمناسبه كلهم بيشاركوا مع فرقهم كابطال يخرج من البطوله على ايد التشيك؟ كان واحد من الاسئله الغريبه الحقيقه، ويبدو ان هولندا واحده من الدول زيها زي ايطاليا بتحاول انها ترجع للمشهد مره ثانيه. هل الجيل ده مؤهل انه يقود هولندا للتتويج او منصات التتويج مره ثانيه، ولا تظل او يظل منتخب البرتقالي زي ما بيسموه بعيد عن منصات التتويج؟ الحقيقه يمكن هنحاول نتواصل يمكن مع واحد من نجوم المنتخب الهولندي، وخدوا بال حضراتكم انه هولندا مش بس موجوده على خريطه الكره بمجموعه من اللاعبين الجيدين، لكن كمان موجوده في خريطه التدريب بشكل كبير، وتقدر تقول انها مدرسه بتميل ليها حتى بشكل كبير. يمكن على مدار فترات طويله جدا كان الطابع الهولندي هو الغالب على كره برشلونه، وحضراتكم عارفين انه برشلونه من افضل الفرق اللي بتلعب كره على مستوى العالم، وكان برضو لسنين طويلة جدا الروافد الأساسية للفرق الكبيرة في أوروبا بتيجي من أندية هولندية. عندنا فرقة زي فاينرد، فرقة زي أياكس أمستردام طبعا بالتأكيد واحد من أهم الفرق في أوروبا وفي هولندا، عندنا فريق زي أيندهوفن. الفرق دي طول عمرها بتشتغل يعني كمعامل تفريغ لأكبر فرق أوروبا، وكل نجوم اوروبا ابتدوا دايما او اغلبهم يعني ابتدوا دايما من الدوري الهولندي، وكانت انطلاقتهم بعد كده للدوريات الكبيره في اوروبا. شفنا طبعا اداء رائع، شفنا تالق ملفت لبعض النجوم، واعتقد انه سوق الانتقالات يعني بطوله اليورو بتبقى مرتبطه بشكل كبير جدا بسوق الانتقالات للسيزون اللي جاي. كل الأندية بتتابع، كل الأندية بتشوف، كل الأندية بتقيم مستويات اللاعبين، وبالتالي بيبتدي فكرة التعاقدات والاستهداف تحصل بعد انتهاء البطولة. المنتخب اللي خرج ده أعتقد أنه هو هيكون مطمع كبير لعدد كبير من أندية أوروبا، لأنه قدم الحقيقة حتى مش بس بتكلم على يعني في صفقات اتحسمت زي فينالدوم طبعا نجم ليفربول اللي راح خلاص هنشوفه السنه الجايه بتيشيرت البي اس جي، ممفيس ديباي طبعا مع البارسا، وانا بشوف انه يمكن اضافه كبيره جدا حقيقه ودعم كبير جدا لبرشلونه الاسباني. لكن الحقيقه مش بس دول، اعتقد انه الاسماء اللي حضراتكم شفتوها في تشكيله المنتخب الهولندي في نسخه اليورو 2020 هتنتشر بشكل كبير جدا. عندنا طبعا ماتياس ديليخت واحد من اهم النجوم اللي قدمتهم هولندا في الفتره الاخيره واللي تألق بشكل كبير، فرانك ديانج وغيرهم من الأسماء، فيرجيل فان دايك طبعا اللي غاب، وأعتقد غيابه كان مؤثر جدا على المنتخب الهولندي في بطولة اليورو 2020. لكن في النهاية أعتقد أن النجوم اللي حضراتكم تابعتوهم وشفتوهم هم نجوم المستقبل بالنسبة للكرة الهولندية، وهتشوفوا الأسماء دي بتلعب في أكبر الأندية في أوروبا. البطولة الحقيقة يمكن قدمت لنا مفاجآت كتير، مش بس بداية خروج هولندا، لكن خليني أقول لحضراتكم أن خروج البرتغال امبارح كان مفاجأة كبيرة جدا، وإن كنت أنا الحقيقة من أفضل الفرق اللي بشجعها أو بشوف أنها بتقدم كرة محترمة وفريق يستحق أن يقف على منصة تتويج بلجيكا، وأنا شجعتها امبارح وقلت أتمنى أنها تفوز قدام البرتغال، لكن تظل البرتغال قوة عظمى.
ده مش وجهة نظر، احنا بنتكلم على ارقام وعلى اسماء وعلى توليفه تصلح طبعا جدا للمنافسه على البطوله، وتصلح جدا انها تكون بطل نسخه يورو 2020، مش بس عشان هي حامل لقب، لا انا بكلم حضراتكم على منتخب بيضم اسماء من العيار الثقيل، بنتكلم على مدافع زي روبن دياز، واحد من افضل ان ما كانش بالفعل افضل مدافع في اوروبا حاليا، وهو بالتاكيد افضل مدافع الدوري الانجليزي، مع بيبي عنصر خبره ومشوار طويل جدا طبعا ابرزه او ابرز محطه فيه كانت مع الملكي ريال مدريد، نتكلم على خط هجوم ناري، جوجو جوتا مع برناردو سيلفا، وطبعا برناردو سيلفا واحد من افضل الاجنحه في الدوري الانجليزي ويمكن نقول في اوروبا كمان، بنتكلم على الظاهره كريستيانو رونالدو، بنتكلم على نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، بنتكلم على جواو كانسيلو، يعني بتتكلم على تشكيله محترمه جدا. ازاي تخرج طبعا ماتش امبارح كوره غير الشوط الثاني بالذات، يعني الحقيقه من المنتخبين، وبصرف النظر عن المتعه والمهاره، لكن انا بتكلم على مستوى القوه واللياقه البدنيه كان الحقيقه ولا اروع. لكن في النهايه خرجت البرتغال وقدمت لاول مره بلجيكا، طبعا جواو فيليكس نسيته، انا بشوف الولد ده واحد من افضل المواهب الكرويه الموجوده، وانه مستقبل البرتغال، يعني مع احترامي كل الاسماء طبعا انا قلتها اسماء من العيار الثقيل، لكن انا شايف انه الولد ده هو مستقبل الكره في البرتغال، ينقصه انه يطلع او يتحرك من اتلتيكو مدريد لنادي يليق به. انا شايف طبعا اتلتيكو واحد من الانديه الكبيره في اوروبا طبعا، وما اقدرش اقول انه يعني لا يقل عن البارسا او عن الريال، لكن انا شايف ان موهبه جواو فيليكس محتاجه تروح لنادي كبير، نادي بحجم بايرن ميونخ، بحجم برشلونه، بحجم يوفنتوس، نادي يقدر يديله الشخصيه والتقل بتاع البطل، تشوف نسخه مختلفه تماما من جواو فيليكس. لكن في النهايه خرجت البرتغال زي ما قلت لحضراتكم، ولاول مره تقدم بلجيكا اوراق اعتمادها كمرشح اساسي او رئيسي للوصول لمنصه التتويج او للوصول على الاقل لنهائي. عندنا ماتشات طبعا ناريه، انسى بقى اقفل صفحه دور المجموعات وافتح صفحه الادوار الاقصائيه، ودي كلام تاني خالص الحقيقه. هنتكلم عن اليورو بشكل مفصل، يمكن يكون ليها يعني جزء سريع في حلقه النهارده، لكن كمان عايز اقول لحضراتكم انه عندنا ماتشات ومواجهات ناريه، يعني الحقيقه يمكن سواء في كوبا امريكا اللي برضه بتزداد سخونه، او في بطوله اوروبا النهارده عندنا ماتش مهم جدا هيجمع بين فرنسا وبين سويسرا، فرنسا لغايه النهارده ما نزلتش بتقولها في البطوله، اعتقد انه النهارده تبتدي او يبتدي يظهر الوجه الحقيقي للمنتخب الفرنسي. عندنا مواجهه ناريه كمان في ال 16 هتجمع يوم الاربعاء على ما اتذكر بين المانيا وانجلترا، واحد من الفرقتين والاثنين من الفرق الكبار والاثنين من الفرق المرشحه للوصول للمباراه النهائيه هيودع البطوله وفريق اخر هيكمل. على كل الاحوال بيتهيألي انه درجه استمتاع الناس بمتابعه اليورو بتزداد يوم بعد يوم، المواجهات بتزداد عنف، بتزداد صعوبه، لقاء الـ 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 الاباطره زي ما بيقولوا او الفرق او المنتخبات الثقيله جدا هيبتدي يحصل في الادوار الجايه، وبالتالي نتوقع ان جرعه المتعه تزيد. خلينا نكمل كلامنا مع حضراتكم في السادسه بقى عن مشوار الاهلي في الدوري وعن المواجهه المنتظره طبعا في الدوري اللي بتجمع بين الاهلي وبيراميدز. الاهلي في اعلى مستويات اللياقه الفنيه والبدنيه والروح المعنويه بعد التاهل للمباراه النهائيه، واعتقد انه على عكس من ده هيكون ماتش بيراميدز. بس قبل ما نروح هيكون معانا لينا لقاء مع ارني برانديتس، طبعا واحد من نجوم المنتخب الهولندي وفريق ايندهوفن، وبالمناسبه هو كان مدرب ايندهوفن ايضا، هيكون معانا من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس في السادسه. مساء الخير، بدايه اهلا بيك على شاشه الاهلي، وهدخل في الموضوع عشان الوقت على طول. مقدمات لا تؤدي بالضروره لنتائج، رغم ان المنتخب الهولندي قدم الحقيقه مستوى اكثر من رائع في دور المجموعات لكنه خرج على ايد تشيك، من وجهه نظرك ايه هي اهم اسباب الخروج؟ I don't understand the question, sorry. What, I cannot what? Hear you very well. What do you... طيب احنا يعني كان عندنا صعوبه في التواصل معاه، هنحاول نتواصل معاه مره تانية ونسمع وجهه نظره طبعا في خروج المنتخب الهولندي، لكن خلينا نروح لفاصل نستقبل بعد واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد عبد الفتاح. مشوار طويل من النجاحات، 7 بطولات اتحققت على المستوى المحلي او المستوى القاري مع النادي الاهلي، بس قبل ما نستقبله في السادسه هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره تانية. اهلا بحضراتكم مره تانية.
يبدو ان الكبار ما لهمش حظ في بطوله اوروبا السنه دي. يعني امبارح اتنين كبار ودعوا هولندا وراه منها على طول، البرتغال حامل اللقب، ولسه زملاء بيبلغوني دلوقتي انه كرواتيا كسبانه اسبانيا، واسبانيا في طريقها للخروج لو ما لحقتش نفسها في بطوله غريبه وعجيبه. على كل الاحوال نرجع لملف الدوري مره ثانيه، والنهارده زي ما حضراتكم عارفين مستر بيتشو موسيماني قرر انه يبقى في راحه، بكره ان شاء الله نرجع للتدريبات مره ثانيه استعدادا لفتح بقى صفحه الدوري الممتاز بلقاء، يعني لقاء مفترض انه لقاء قوي، لقاء بقى واحد من الماتشات اللي بتحظى بجماهيريه كبيره جدا، وواحد من المطبات الصعبه في مشوار النادي الاهلي لاسباب كتير هتكلم فيها مع حضراتكم ومع ضيفي طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيشرفنا فيه السادسه كابتن احمد عبد الفتاح. اهلا بيك يا كابتن احمد، منور الدنيا. اهلا بيك، وانا طبعا معاكم النهارده، والف مبروك للنادي الاهلي لوصوله للمباراه النهائيه، وان شاء الله البطوله العاشره ان شاء الله باذن الله. لسه كنت هبارك لك واقول لك الف مبروك على فوز الاهلي على الترجي وعلى الوصول للنهائي للمره الثانيه على التوالي، وللمره 14 في تاريخ النادي الاهلي ان يوصل لنهائي دوري الابطال. انت حققت بطوله افريقيا مع الاهلي بتهيألي صح؟ سنه 93 بس كانت ابطال ساعتها بقى نسخه ابطال الكاس قبل ما تبقى تبقى كونفدراليه بالظبط كده. كان نهائي مع افريقيا سبور وكسبنا 1-0 هناك، وبطوله عربيه بتهيألي برضو لما كانت كتير من الجمهور النهارده، يعني جماهير الشباب الصغير في الكوره ما كانش يعرف يعني ايه بطوله عربيه. في التسعينيات انا فاكر ان البطوله العربيه دي يمكن كانت اقوى من البطولات الافريقيه نفسها. في وقت من الاوقات حصل كده مشكله عندنا في اداره النادي الاهلي، كان في مشاكل تحكيميه في البطولات الافريقيه. ايوه. بيتقابل النادي الاهلي في ماتشاته وكده، فجه قرار من الكابتن صالح سليم ساعتها وقتها قال مش هنلعب بطوله افريقيا. فحصل بقى ساعتها سنتين ثلاثه كده ما لعبناش في البطوله. أيوة. فساعتها دخل بقى البطوله العربيه. وكان بطولات قويه جدا جدا. انا حضرت ماتشات فاكر بالظبط 95 كان في فرق على مستوى جدا، السعوديه والكويت والمغرب والمغرب والرجاء البيضاوي ده كان بالزبط ساعتها بالزبط حاجه ماتشات. كانت ماتشات والاروع، وكمان تلاقي الجمهور كمان ساعتها كان 100,000 في المباريات كلها حقيقي، وكانت ماتشات جميله جدا. يعني اللعيبه دي مفتقده الجمهور يا كابتن احمد مظلومين بصراحة. يعني احنا حتى واحنا بنتفرج احنا مفتقدين ان احنا نروح نتفرج على الماتشات. صح. احنا كان دلوقتي كجمهور نفسي مثلا اروح اتفرج على مباراه مثلا النادي الاهلي، اروح مباراه المنتخب مصر. بتمنى بس بيتهيألي بطوله اوروبا فتحت الباب شويه. الموضوع عندنا مش موضوع دلوقتي كورونا بس، احنا عندنا موضوع امني. احنا من ساعه الثوره واحنا في من سنه لاخرى بس انا هقول لك حاجه، في ماتشات طبعا افريقيه ساعه كورونا. انا حضرت ماتشات مصر في الاستاد اكيد منتخبات المنتخبات 100,000 موجودين المنتخبات بالظبط. لكن مباراه الاهلي مثلا كل تحت السيطره ما تقلقش. طبعا اتمنى طبعا ان شاء الله اول حاجه موضوع كورونا ده ينتهي، وبعدين بقى الموضوع الامني. الموضوع الامني بقى احنا هو سلامه الناس تبقى طبعا في المقام الاول ليها الاعتبار أكيد الاهم. اكيد طبعا يعني اكيد احنا أكيد. ما يعني ما فيش ما يسمح بالمجازفه، ولكن نتمنى انه يرجع حتى ولو الموضوع بشكل تدريجي من الموسم اللي جاي. نتمنى انه موضوع الكورونا ده يخف شويتين. نتمنى ان شاء الله. سامعين على موضوع الكورونا في جنوب افريقيا، وانا يمكن واحد من الاسئله اللي هتكلم فيها، بس قبل ما اجي للاسئله ونفتح موضوعاتنا خليني اخد معاك الاخبار بتاعت النهارده واسمع تعليقك عليها. بدايه طبعا اتحاد الكره الافريقي في حاجات كتير اتغيرت بمجرد خروج الوداد، يعني بمجرد ما خرج الوداد على ايد كايزر تشيفز اصبح النهائي مصري جنوب افريقي اهلاوي كايزر تشيفي المباراه. يعني بقى في دلوقتي اعتبارات كتير، اولها هو ميعاد المباراه بالزبط. لانه كان في رغبه من الاهلي انه يبدر ميعاد عشان طوكيو بالظبط كده، والنهارده مع وجود جنوب افريقيا حضرتك عارف انه جنوب افريقيا كمان برضه في طوكيو، فيبدو انه الطرفين مش هيبقى عندهم الممانعه، يبقى في النهايه موافقه الاتحاد الافريقي. فالاتحاد المصري اتكلم او خاطب الاتحاد الافريقي عشان يبقى النهائي دوري الابطال يا 14 يا 15. نتمنى طبعا طبعا في مصلحه كده الوين وين سيتويشن زي ما بيقولوا كله يستفيد. اكيد طبعا عايزين لعيبه النادي الاهلي طبعا شرف ليهم طبعا يلعبوا في طوكيو، ومجموعه من اللاعبين المميزين جدا طبعا هتزيد خبراتهم فيها، وشرف ليهم طبعا يلعبوا في طوكيو. السؤال بقى، هل تتوقع انه مش بس الميعاد اللي يتغير، هل تتوقع انه المكان كمان يتغير؟ لا المكان ما يتغيرش، المكان يتغير محطوط المكان من قبل البطوله. لا طبعا مش هيتغير. بس دلوقتي انا عندي سيتويشن بيقول لك انه الوداد بره النهائي ده دي نقطه واحد. ماشي. كايزر تشيفز ينتمي لمقاطعه اسمها جوتينج في جنوب افريقيا، تم اعلانها يعني حاله خاصه او حاله طارئه
متعلقه بكوفيد 19. السيناريو اللي كان عندي قبل كده في دور المجموعات انه كايزر تشيفز وهو رايح يلعب في المغرب كان في مشكله كبيره جدا على الماتش، والمغرب قال انا مش هستقبل فريق من جنوب افريقيا، فبالتالي هذا السيناريو لو حتى بين قوسين بنسبه 1% قابل للحدوث، وارد ممكن جدا المغرب يرفض انه يستضيف البطوله. وارد بس انا يعني متهيألي صعب جدا، لان الوقت خلاص ما يسمحش انك انت تاخد قرار زي ده. ولا اتمنى طبعا خلاص المباراه، اعتقد انه السيناريو صعب. لا صعب جدا. لو الملعب هيتغير تشوف انت من وجهه نظرك مين المكان الافضل لاستضافه نهائي دوري الابطال؟ اتمنى لو ينفع الامارات، يا ريت. هو لازم يتلعب في افريقيا، بس اتمنى طبعا الامارات لان احنا لينا صولات وجولات في الامارات. اتمنى. طيب عظيم جدا. طيب نروح لخبر تاني. النجم المصري محمد النني، طبعا ايه رايك في مستوى النني مع الارسنال؟ هو بيستعد للموسم الجديد، وبعتقد انه ارقامه مع الارسنال السنه دي في الموسم ده مع ارتيتا محترمه جدا. 41 ماتش سجل 3 اهداف، واحد من اهدافه بالمناسبه في من احسن اهداف بطوله اوروبا، خد هدف الموسم. بالزبط. رايك في تطور النني الموسم ده مع الارسنال؟ والله النني دلوقتي كابتن من كباتن الارسنال، مواسم طويله وانجازات كبيره جدا بس الموسم ده غير يا كابتن احمد. طبعا. بص، هي وجهات نظر، مدير فني بيجي بيحطه في مكان معين، والنني فعلا قدر ان هو يقنع اول المدير الفني بادائه، ودلوقتي بقى ليه دور اساسي او بديله بينزل دور مهم جدا. النني طبعا من الناس اللي في مصر دلوقتي، شرف كبير جدا لعب في الدوري الانجليزي مواسم طويله جدا. نتمنى له التوفيق طبعا، عشان برضو دي حاجه بتزود اداء المنتخب المصري. طبعا النني من الركائز الاساسيه لمنتخب مصر، وعندنا بطوله مهمه جدا في افريقيا. ممكن يبقى له دور مع المنتخب الاولمبي مع منتخب شوقي غريب؟ لا صعب. انا في ممكن 3 تانيين، انا في ممكن لما نيجي نتكلم كده ممكن اقول لك ممكن 3 يبقوا مين. طيب نروح لخبر تاني. الحقيقه يمكن عندنا خبر على المنتخب البرتغالي طبعا اللي ودع المنافسات، ورغم كده يعني ناس كتير كانت بتشوف كريستيانو رونالدو هتكون ده او هتكون البطوله دي اخر بطوله ليه، رغم كده تصريحاته كلها والبوستات بتاعته والتويتس بتاعته بتقول انه لا، ده راجل عنده رغبه في انه يحضر بطوله كاس عالم ويحضر يورو تاني. بيقول لك انه اللقب اللي جاي عندنا القدره على تحقيقه، وانه المجموعه دي ادت اللي عليها لكن ما وفقناش. لا، كريستيانو رونالدو بدنيا يقدر يلعب له مثلا سنتين ثلاثه كمان. هو طبعا مش هيبقى على قد المستوى اللي بيلعب بيه دلوقتي، كل سنه طبعا بيقل مستواه شويه، لكن هو قادر ان هو مع ادائه البدني مع قوته الجسمانيه لا قدامه مثلا موسمين ثلاثه كمان. طيب خبر اللي كنت بكلم حضرتك لسه فيه، ان اتحاد جنوب افريقيا قرر بشكل رسمي تعليق نشاط الرياضي للهواه لغايه يوم 11 يوليو. وده طبعا بعد مشكله الكورونا وفرض حظر بقى في الدخول والخروج، يعني قللوا جدا فكره الناس اللي داخله المقاطعه وخارجه منها لازم يكون في سبب بداعي العمل او يعني عشان يقللوا الكثافات. وتاثير ده زي ما قلت لك على كايزر تشيفز نفسه كفريق مرشح، يعني مش مرشح، هيقابل النادي الاهلي في البطوله، وتاثيره يمكن احنا اتكلمنا فيما يتعلق بملعب المباراه لسه يمكن ده في علم الغيب زي ما بيقول. بص يا كابتن احمد، بص هو دلوقتي قبل ما يطلع طبعا السفريه بيتعمل مسحه، التست المسحه، فده مفيش مشكله خالص. زائد هناك لما بيوصل هناك بيتعمل بؤره كده ما حدش بيتحرك من خلالها، زي فقاعه طبيه، فقاعه بالظبط كده، زي اللي موجوده كانت موجوده في النادي الاهلي في كاس العالم، كاس العالم الانديه بالظبط كده. فانا شايف ان مفيش مشكله خالص، بس ده بيبقى يعني كلام كتير قبل المباراه، ولكن انا شايف ان ما فيهاش مشكله خالص. طيب تسمح لي، انا كان هيكون معايا قبل الفصل ارني براندتس، نجم هولندا ونجم ايندهوفن طبعا، وبالمناسبه هو مدرب برضو، يعني انت زي ما كنت نجم في نادي الاهلي ومدرب بعد كده هو زيك برضو اختار مجال التدريب. كنت هتكلم معاه. طيب لسه ما جاش. طيب هنحاول نتواصل معاه مره تانية، انا يعني فهمت انه الاتصال وصل. طيب خليني هروح بقى الفاصل ونرجع افتح معاك. طبعا عايز اتكلم معاك شويه على مواجهه الاهلي والترجي، لانه مكسبها ما كانش بس من وجهه نظري التاهل لنهائي دوري الابطال، وان كان ده المكسب الاساسي، لكن بيتهيألي في مكاسب كتير جدا حقق النادي الاهلي من ورا فوز الترجي ذهابا وايابا، ودي نقطه في منتهى الاهميه. وهتكلم معاك كمان على ماتش المنتظر، ماتش اللي احنا جماهير نادي الاهلي طبعا مستنيينه الخميس اللي جاي. أكيد. مواجهه كرويه مفترض انها من طراز رفيع بتفرضها الاسماء الموجوده في الفرقتين، والتاريخ المواجهات برضو اعتقد هيضفي على المواجهه دي سخونه، وان كانت النتائج وخصوصا في مشوار افريقيا اعتقد عكس ده تمام. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي كلامنا مع كابتن احمد عبد الفتاح ضيفنا النهارده في السادسه.
مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة. طيب خلينا اسمحنا يا كابتن أحمد، يعني وصل لنا مرة ثانية أن احنا معنا إرني برانديتس مدير فني لفريق أيندهوفن، وكان لاعب سابق طبعا في أيندهوفن، واحد من نجوم الكرة الهولندية والمنتخب الهولندي. هنتكلم معاه سريعا جدا عن خروج هولندا امبارح على إيد التشيك. بداية أهلا بيك على شاشة الأهلي طبعا، وخليني أدخل في الموضوع على طول. خروج هولندا بالنسبة لك كان مفاجأة، خصوصا بعد العروض القوية اللي قدمها في دور المجموعات وتألق عدد كبير من نجومه. حسنا، الفريق الهولندي لم يكن في المستوى المطلوب. تعرف أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين في المنتخب، لكن الباقي في مباراة تشيك لم يكونوا بالأداء المطلوب، ولم يكونوا بمستوى 100% من المستوى. لذلك أعتقد أنه لم يكن لديهم الإعداد الجيد للمباراة. فرانك دي بوير يتحمل نسبة كم من المسؤولية من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد أنه يتحمل مسؤولية كاملة لأنه المدير الفني، يجب أن يعتني بجميع اللاعبين وأن يكونوا في المستوى الجيد. أنا كلاعب لا أستطيع أن أقاتل في المباراة على المستوى المطلوب إذا لم يكن هناك إعداد جيد على المستوى الفني. وأعتقد أن اللاعبين كانوا جاهزين للخطة لكن لم يكونوا معدين بالشكل الجيد على المستوى الفني. الأسماء اللي موجودة في المنتخب الهولندي أسماء مبشرة، ومنهم الحقيقة كتير من النجوم اللي متألقين مع أنديتهم، وكلها أندية كبيرة أو منتقلين بالفعل في الصفقات يمكن تبعتها كل جماهير الكرة في العالم. هل تعتقد أنه المنتخب الهولندي بتشكيلته الحالية بالأسماء اللي بيضمها قادر على الوصول لمنصات التتويج في المستقبل القريب، ولا تظل هولندا يعني بتقدم كرة ممتعة لكنها غير قادرة على الوصول للألقاب أو تحقيق البطولات؟ كما تعلم أن المنتخب الهولندي كان مع كومان، كان لديه أداء أكبر وكان لديه أداء أفضل، والآن هو يدرب فريق برشلونة. لذلك المنتخب الهولندي اعتاد دائما على اللعب بخطط هجومية، ولم يكن أبدا منتخب دفاعي. لذلك يجب على الفريق دائما إذا أراد الفوز أن يكون في منطقة الجزاء ليفوز، ويجب أن يعتاد اللاعبون على هذا الأمر. وأعتقد أننا يجب علينا اللعب بطريقة هجومية أكثر في المباراة. طب اسمح لي أنا أستغل وجودك معايا في طرح سؤال، يمكن السؤال الأهم بالنسبة لي فيما يتعلق بكرة القدم الهولندية. تظل أهم الأسماء، أكبر الأسماء في عالم كرة القدم الأوروبية للعبه لأكبر الأندية الأوروبية تمر دائما عبر محطة هولندا، وتظل أهم المواهب الهولندية بتتقدم للأندية الكبيرة في أوروبا عبر بوابة أندية زي أياكس أمستردام، زي أيندهوفن، زي فاينورد الهولنديين. والمشكلة الحقيقية، هل المسؤولين عن منظومة الكرة في هولندا مقتنعين بالدور ده فقط، أو مكتفيين بالدور ده فقط، ولا في رؤية لأنه المنتخب الهولندي والأندية الهولندية تتطور وتصبح من القوى العظمى فعليا في أوروبا؟ أعتقد أنهم يستطيعوا أن يحسنوا من أداء الفريق الهولندي في المستقبل، وأعتقد أنها مسؤولية المدير الفني والمسؤولين واللاعبين أكثر. أعتقد أن الضغط الموضوع على الفريق في البطولة كان كبيرا. أعتقد أن اللاعبين لم يكونوا في الشكل الجيد، ليس إلا، لكن تعرف الأمر يختلف عن الأندية. لما تلعب على مستوى بطولة أوروبية كبيرة يكون هناك المزيد من الضغط، فلم يؤدي اللاعبين بالشكل الكامل المباراة بالشكل الكافي ليفوزوا بالمباريات. إرني برانديتس طبعا نجم منتخب هولندا ونجم أيندهوفن، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى تواصلك معنا في السادسة،
واتمنى الحقيقه يمكن واحد من المنتخبات اللي بتقدم كره ممتعه دايما الكابتن احمد. في منتخبات كده دي كره حلوه اكيد، لكن ما تحققش القاب، وفي منتخبات يمكن كورتها ما تكونش على درجه عاليه ومستوى عالي من المتعه، لكن زي المانيا، زي المانيا مثلا بالظبط كده، على طول تلاقيهم في المباراه النهائيه. اه على طول ايطاليا، ايطاليا من الفرق برضو. هولندا تستمتع وتتفرج عليها، فرنسا تستمتع وتتفرج عليها، لكن فعلا في انديه فعلا كده، في منتخبات فعلا كده تستمتع بيها وما تلاقيهاش في منصه التتويج. يا فرحتي بالاستمتاع بالظبط كده. مين يكسب، مين مرشح من وجهه نظرك انه ياخد بطوله اوروبا؟ انا بلجيكا والمانيا من الناس اللي هو طبعا عايز اقول المانيا على طول. ماتش ناري مع انجلترا بالظبط، ماتش صعب جدا يعني. ماتش صعب جدا بس كلاسيكو يعني، بس بيعرفوا يوصلوا للنهائي. بيعرفوا بس نسخه المانيا دي تقدر من وجهه نظرك؟ والله يعني بص يعني بهتانه شويه. اكيد عندهم مشاكل برضه، عندهم لعيبه كبيره كتير، عندهم يعني مشاكل في الفرقه شويه. طيب. لكن المانيا طول عمرها كده يعني، بنشوفها على طول في النهائي. تمام. نرجع مره تانية الماتش الاول ليك، كنت بكلمك على المكاسب يمكن قبل المداخله بتاعت ارني براندتس، كنت بتكلم على مكاسب اللي حققها النادي الاهلي من العبور من دور قبل النهائي والوصول لنهائي بطوله دوري الابطال للموسم الثاني على التوالي. بص انا عجبني قوي، بعد خدنا فتره راحه كويسه قوي قبل مباراه الترجي الاولانيه هناك. تمام، ست ايام. لا وكان في قبلها كمان في راحه واشتغلنا شويه. مثلا موسيماني اول مره ياخد فرصه ان هو يشتغل شويه مع الفرقه تكتيك من ساعه ما جه. بالظبط. ده بان في اداء النادي الاهلي في المباراه اللي هناك. اول مره نشوف شكل النادي الاهلي مايل، مثلا بنتكلم طريقه اللعب، تحس ان مثلا اول مره نلعب بشكل 3-3-4-3. لما بنحس مثلا ان وجود حمدي فتحي في خط الظهر مع بدري بنون مع ايمن اشرف في الجنب الشمال، وبيسيب الحريه لاكرم توفيق ومعلول ان هم يزودوا لقدام، فدي بتقلب 3-4-3. وفي اوقات مثلا بترجع تاني معلول رجع ورا 4 وحمدي فتحي ايمن يضم وحمدي يطلع. ففي مرونه تكتيكيه في اداء النادي الاهلي اول مره نشوفها. انت حسيت ده نتيجه الفتره اللي قدر مستر موسيماني يشتغل فيها؟ انت لازم، انت تيجي كل 3-4 ايام ماتش مش هتعرف تشتغل، لازم تحفظ، دي محتاجه وقت شويه، وده اللي حصل بعد فتره الراحه دي مع الشغل مع الفتره دي، فده ظهر في اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان الفتره اللي فاتت واحنا شايفين في اداؤه في المباراتين اللي فاتت، الاستلام والتسليم عالي قوي في اداء النادي الاهلي في لعيبه نص الملعب في خط الظهر. بدري بنون عجبني جدا في الاستلام والتسليم، عنده ثقه. جرعه الاكسجين اللي خدتها اللعيبه برده بتهيألي انك انت الراحه مهمه جدا يعني، الماتشات كده ضرب ما فيش شتيمه، اللعيبه مش ملاحقه تاخد نفسها. اكيد هو ده اللي ظهر، وكان في هجوم قوي جدا على موسيماني، بس ده مش سببه هو، سببه الماتشات المتلاحقه من بطوله لبطوله، ودي ضريبه انك انت موجود في النادي الاهلي، بتخلص بطوله تخش على بطوله، اللعيبه ما بياخدش راحته. صحيح. توابع ده على ماتش بيراميدز، انت بتقفل بلف دوري الابطال بمواجهه ناريه على كلاسيكو، اعتقد ان واحد من كلاسيكات كره افريقيه النهارده اهلي ترجي. اكيد. وحالتك الفنيه لاعب كره حلوه بالظبط، مقدم اداء مكسب ومكسب كل الجماهير يعني. ماتش العوده ده احنا ماتش الذهاب الحقيقه كنا مبسوطين وراضيين وميت فول زي ما بيقولوا، وماتش العوده الجمهور ما كانش عايز الماتش يخلص يعني. أكيد. الجمهور كان عايز الماتش ايه يمتد لانه كانت الكره بتاعت الاهلي حلوه جدا. مخلص فنيا في مستوى محترم، بدنيا اعتقد الاهلي واصل لفورمه محترمه جدا، ومعنويا انت اكيد العامك كامله. تروح الناحيه الثانيه تقابل بيراميدز يعني موسم ولا أسوأ على مستوى الارقام، على مستوى الخروج من بطوله الكونفدراليه، على مستوى المشاكل الكتير اللي بتسمعها طول الموسم. شايف ان كل ده، كل المقدمه دي تاثر على المواجهه الجايه يوم الخميس بين الاهلي وبيراميدز، ولا كل ده بره الحسابات؟ بص احنا طبعا رايحين لمشكله كبيره جدا، رايحين لمباراه متلاحقه، مباراه صعبه جدا، بطوله تانية بقى خلاص اللعيبه بتقفل ملف الافريقي تخش على ملف الدوري العام. الدوري العام صعب جدا، نادي الزمالك فارق دلوقتي عشان عدد ماتشات هنرجع للماتشات دي، بس احنا مشكلتنا الماتشات المتلاحقه. عندك بيراميدز، سموحه، مقاولين، مقصه، اربع ماتشات قويه جدا جدا قبل نهائي افريقيا. الخوف بقى ان الاجهاد يجي قبل نهائي افريقيا. طب انت هتفكر في ايه دلوقتي؟ هتفكر في المباريات الدوري اللي انت عايز تاخد الدوري برضه، ما انت عندك بطوله مهمه جدا الدوري المصري. ما تفكرش تلعب الماتشات دي يعني، انت ان شاء الله لو كسبت ماتشاتك كلها المتاجله
هتبقى فارق باربعه بونت عن الزمالك. ما تفكرش في الماتشات دي تدخل اللي كان بعيد ترجع ده اكيد ده هيحصل ده هيحصل التدور ده موسيماني كان شغال فيه قبل مباراه الترجي هيحصل ده هيدخل لعيبه بس المشكله بقى شايف انها طبعا مشكله طبعا انك انت برضو في لعيبه بعيد عن الماتشات بقى لها فتره يعني مثلا لما دخل نصر ماهر مثلا مع لعيبه جيدين جدا هتدخله ونصر برضو بعيد عن الماتشات شويه عايز شويه يخش في مستواه وليد سليمان برضو كهربا مجموعه من اللاعبين لعيبه جيدين بس محتاجين وقت شويه في الماتشات فانت برضو مش مستحمل انت المباراه بالنسبه لك مباراه كؤوس مباراه الدوري بالنسبه لك مباراه كؤوس عايز ما تفقدش بنقط عايز تحافظ على المكسب عشان الأربعة بونت دولة فأنا شايف أن الموضوع صعب جدا 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 محتاج تركيز قوي جدا جدا وقبل كل الحاجات دي كلها موضوع الإصابات ربنا يسترها الإصابات قبل نهائي خوف جدا وقلق جدا على الموضوع ده وقلق من الإجهاد أنت عايز برضو قبل المباراة دي على الأقل عايزين 5-6 أيام مثلا اللعيبة تكون واخدة راحة كويسة قبل المباراة ولما تيجي تقدم المباراه زي عشان موضوع زي ما قلنا موضوع طوكيو بدل ما يوم 17 تخليه يوم 14 طب دي برضو هتخلي انت مخلص الماتشات الاربع ماتشات دول في كام يوم هتخلص يعني اعتقد لو سيناريو 14 ده لازم مباراه تتاجل لازم واحده بالظبط يعني لازم ما هو الاهلي يعني مش هيقدر يعمل كل حاجه هو ده اللي بتكلم عليه هو ده اللي بتكلم عليه محتاجين لازم يبقى في تفاهم لده انه الاهلي بيبدر ماتشاته عشان يقدر عشان المنتخب منتخب مصر يلعب بشكله طبعا بالظبط كده فلازم اعتبار لده طبعا اتحاد الكوره لازم يقف جنب النادي الاهلي في الموضوع ودي حاجه برضو للنادي الاهلي ومصر كلها ان يلعب نهائي افريقيا البطوله اللي هي بتاعت افريقيا دي مش بطوله للاهلي بس ما انا بتكلم كده مصر يعني دي بطوله طبعًا طبعًا أكيد لمصر اكيد اكيد فاحنا داخلين في مشاكل في 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 الفرقه ومباراه صعبه جدا ودوري صعب جدا ما توصلش المشاكل ان شاء لا الله مش قصدي انا خايف انا خايف من الاصابات هي النقطه اللي بتكلم فيها لا النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي قادرين على يخشوا اي بطوله يحسموها انا بتكلم انا خايف بس من الاصابات فاتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هرجعك لبيراميدز تاني بس وانت في كلامك كده يعني في سياق كلامك انت عن النادي الاهلي بس كنت على بيراميدز هرجع للماتش ده عشان عايز اتكلم على الماتش ده تحديدا معاك بس كلمت على ناصر ماهر وانت اشتغلت مع ناصر في سموحه ناصر وصلاح جه برده شويه بالظبط وصلاح بتهالي جه ابتدى عمل عبد المنعم برده من اللعيبه الجيدين جدا جدا, جداً بسمع يعني كتير جدا بيشوفوا انه مستقبل واحد من اللعيبه اللي ممكن يبقوا نجوم كره مصريه يعني بالظبط بس هبتدي بناصر شويه لانه ناصر حظه كان وحش تألق مع سموحه تألق مع منسلوش بطوله افريقيا واحد من اهم عوامل مكسب بطوله افريقيا المنتخب الاولمبي كان ناصر ماهر الحقيقه حتى الماتشات الوديه اللي لعبها فاكر كان في ماتش كان في دوره مجمعه كده السعوديه باين كان مع لا انا شفت له ماتش مع البرازيل هنا في البرازيل لا ماتش كان حلو جدا كان قدم اداء لكن حظه مع الاهلي طبعا والاصابه بعدته شويه ناصر يرجع ازاي يعني شايف ناصر لو انت بتكلم ناصر او ناصر ماهر سامعك دلوقتي لانه واحد من المواهب الحقيقه المبشره جدا ناصر من لعيبه جيده جدا جدا وصاحب شخصيه في الملعب يعني لعيب ممكن يقود فرقه وهو ده فعلا لما بيروح اي انديه بيطلع اعاره فعلا بيبقى هو رقم واحد في الفرقه لما طلع سموحه لما طلع بتروجيت وهو عارف ده كويس فلما بيجي النادي الاهلي مشكله بيبقى دوره بيبقى ممكن يعني شويه هو ناصر بيتضايق من القصه دي ناصر بيحب يكون موجود في الملعب تمام. شخصيته كده في لعيبه كده ما تستحملش ان هي تبقى بره الملعب ايوه ولما بيبقى متعود انه يعني لعيب بيبقى متعود اي لعيب بيجي النادي الاهلي طبيعي جدا انه يبقى نمره واحد كان او أكيد. كان نمره واحد في فرقته أكيد. لكن لما يجي يلاقي نفسه برضه بياخد وقت شويه قبل ما يخش في التيم لما تيجي فرقه شوية. لما تيجي فرقه كلهم نمره واحد بالزبط. بتبقى قصه صغيره ومشكلته برضه الاصابه الطويله اللي حصلت له في كتفه دي اخرته كتير جدا محتاج وقت بقى فانت مستر موسيماني برضه غصب عنه عايز لما بيجي يدي لحد عايز حد رجليه في الملعب فناصر الاصابه دي بعدته شويه محتاج شويه اكيد هياخد في الدوري الفتره الجايه دوره مهم جدا مع برضو صلاح محسن صلاح برضو من المهاجمين صلاح جدا. نور الموسم ده مع الاهلي يعني صلاح الست شهور اللي اشتغلهم في سموحه السنه اللي فاتت طبعا زودت من مستوى جدا كان محتاج ماتشات كتيره جدا وده اللي حصل وهي دي فايده الاعاره فايده الاعاره النادي الاهلي انك تطلع لعيب اعاره دي مهمه جدا بيرجع لك لعيب جاهز وخد الماتشات مرجعه واقف على رجليه ده حصل ده مع صلاح محسن وبدا ليه دور دلوقتي اذا كان بيبدا ماتشات اذا كان بينزل بديل بيبدا يجيب اجوان وانا اتكلمت معاه السنه اللي فاتت واحنا في سموحه
المجنة، قلت له صلاح انت لعيب يعني لازم تكون ليك دور اساسي في فرقه النادي الاهلي، لازم تركز شويه، لازم يكون تركيزك اعلى من كده، وجودك في النادي الاهلي غير وجودك في اي نادي تاني. النادي الاهلي مش بيلعب بطوله بس يعني زي اي انديه في مصر، احترامي طبعا كل الانديه اذا كانت سموحه اذا كان اي نادي بيلعب دوري بس، لكن انت في النادي الاهلي دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم انديه وحاجات كتيره جدا، لازم يكون تركيزك اعلى، ولازم تكون في وسط نجوم النادي الاهلي، لازم يكون تركيزك برضو قوي عشان تقدر تخش تشكيله. بس هو الحقيقه مقدم نص سيزون هايل هايل، وبدا تربع سيزون يعني محترم جدا. لا وصلاح عنده كتير، عنده احسن كده كده بكتير، وبيتهيالي انه كميته مع مستر موسيماني ظبطت بشكل مستر موسيماني. هو صلاح من اللعيبه اللي محتاجه تتعامل نفسيا، يعني عايز المدير الفني يحسسه ان انت ليك دور، فما يحسسه ان ليك دور دي تركيزه بيبدا يعلى، لما يحس ان المدير الفني بعده شويه. هو لغايه دلوقتي ما اتكلمناش، فاحنا يمكن اتكلمنا على الاهلي، انا عايزك تكلمني على بيراميدز، لانه كمان بيراميدز بالنسبه لي عندي استفهام كبيره جدا، مش قادر افهمها، يعني مش قادر افهم التركيبه دي التشكيله دي وازاي تكون المردود كده. لسه من اسبوع بالظبط كنت في برنامج واتسالت نفس السؤال بعد الماتش. الاجابه بقى بعد هسمعها منك بعد الفاصل. ماشي اوكي. الشيء المثير للدهشه انه في الوقت اللي الاهلي ماشي فيه اون تراك زي ما بيقولوا، ماشي فيه خط زي القطر، مفيش بطوله بيدخلها الا لما بينافس على لقبها، مفيش ارقام مرتبطه بالاحصائيات وبالقدره على السيطره والاستحواذ وصناعه الفرص الا لما تلاقي نادي الاهلي دايما متفوق، مش بس محليا، لا محليا وقاريا وعالميا، ورغم كده دايما سهام الانتقاد او النقد موجهه للنادي الاهلي. في وقت بتشوف مثلا فريق زي بيراميدز ده بيضم كوكبه من النجوم منتخب اهلي وزمالك، يعني انا ممكن اعد حضراتكم مثلا خمس ست اسماء كانوا نجوم في فرقه الزمالك، وخمس ست اسماء كانوا نجوم في النادي الاهلي، وكلهم دوليين خبرات وتراكمات وبطولات وانجازات، لكن بفانيله بيراميدز المحصله لا شيء. عشان كده بيبقى بالنسبه لي غريب جدا فكره انه ازاي ده ما حدش بيتكلم عنه، ازاي ما حدش بينتقده، ازاي ما حدش. طبعا انا فاهم ان الاهلي تاريخه جماهيريه وشعبيه، وانه اي خبر واي كلمه صغيره بتتكتب عن النادي الاهلي ملايين بتتابع، لكن الناحيه الثانيه مين هيسمع ومين هيتفرج ومين هيشوف ومين هيدفع؟ ما فيش طبعا. مره ثانيه اهلا وسهلا كابتن احمد. كنا بنتكلم على بيراميدز قبل الفاصل، وقلت لك بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا محليا وافريقيا، النتائج مخيبه للامال رغم انه بيضم يعني كتيبه محترمه من الاسماء والنجوم. نتكلم نقول الحدوته الاول من الاول، ازاي فرقه بيراميدز دي كونت، والمشاكل اللي انا شايفها. انا هدخلها مثلا الاول اتكلم عن النادي الاهلي في نقطه معينه وهرجع لبيراميدز فيها. اتفضل. النادي الاهلي عنده مجموعه من النجوم برضو كبار جدا، تمام، بس عامل حاجه كويسه جدا اداريه. ايه هي؟ عامل فئه اولى ماديا وفئه ثانيه وفئه ثالثه. اللعيب الصغير بس بياخد فئه ثالثه، ما بيشد نفسه يلعب عدد مباريات معينه، يطلع الفئه الثانيه. الفئه الثانيه دي لما بتلعب عدد مباريات معينه ويوصل للنجوميه معينه. حكايه وصلني لقط اللبس يا كابتن احمد. موضوع اداري بحت. اه. ده في مشكله في بيراميدز، تكوين الفرقه وناس بتاخد ارقام معينه وناس تاخد اقل بكتير وناس جماهيرين ونجوم كبار جدا ولاعيبه اقل، وكله بيبص لبعضه وده واخد كذا وده واخد كذا، دي مشكله اداريه بحته. اه. في تكوين الفرقه. زائد السنه دي كمان لما جبت مجموعه من اللعيبه دخلتها زي رمضان صبحي زي شريف اكرامي، برضو ارقام كبيره جدا. اللعيبه اللي موجوده حتى كنجوم زي عبد الله السعيد زي اريك تراوري زي جون انتوي، غير لعيبه الزمالك علي جابر وعمر جابر ومحمد فاروق، اسامي كبيره جدا يعني. برضو ما يجي لعيب زي رمضان وياخد رقم معين وهو بياخد اقل منه ايا كان نجوميه رمضان، وجاي من النادي الاهلي وجاي من هال سيتي، كل الكلام ده بتعمل انت عارف الغيره. غيره. فدي مشكله في الاول اداريه بحته، ازاي تغلب على يعني شايف انه الماده هي السبب الاول في 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 حاله الاخفاق اللي حصل على مدار موسمين كموضوع اداري، كموضوع إزاي اداري ازاي ادير الموضوع ده مهم جدا. اللي بنسمعه من من من, من كلام كتير من النجوم انه حتى مثلا يعني كان في تصريح شهير لرمضان انه راح عشان عنده طموح انه يعمل حاجه، فبالتالي انا فاهم كويس قوي انه جزء كبير من قرارات اللعيبه اللي قررت انها تلعب لبيراميدز مبني على المقابل المادي، ده شيء طبعا منطقي ومشروع أكيد جدا أكيد. لكن في النهايه في طموح انك انت تعمل لاسمك حاجه، يعني انت في النهايه لعيب دولي، عندك امكانيات، عندك رغبه في انك تحقق بطولات. الكره مش فلوس وبس، ولا انا فاهم غلط؟ لا بص، هو اول هو اختار ليه بيراميدز، اذا كان رمضان اذا كان او غيره او غيره، مش عشان اتكلم مثلا ما نقصش على اي حد، اختار ليه
لان اول حاجه افكر فيها الماده. لكن مع احترامي طبعا لبيراميدز تحط مقارنه مع النادي الاهلي في اي حاجه هتلاقي كفه النادي الاهلي. انا ابدا مش بقارن بس انا بحاول افهم. لو حطينا انا بحاول يبقى افهم انا بتكلم ان هو وصل لكده عشان موضوع مادي بعيد عن الاهلي. طب ما هو مادي. وصل في النسخه اللي فاتت لنهائي كونفدراليه بالظبط, والسنه دي وصل لقبل نهائي وما عندوش بالزبط. يعني اي لعيب كوره انت لو جبت حد من يعني من الناس بتلعب كوره وحطيته في بطوله افريقيا طبيعي جدا من غير ما تقول له امضي وخد فلوس طبيعي جدا يبقى عنده رغبه اكيد عايز يجيب البطوله. انت لو بتلعب في الشارع مع اصحابك عايز عندك عايز تكسب دوره رمضانيه عايز تكسب, صح الرغبه دي تحسها مش موجوده او موجوده بس لا هي موجوده بس كل واحد مع نفسه. بمعنى فريد بيراميدز بتفكرني مع احترامي طبعا ليهم طبعا انا مش بقص عليهم بتفكرني زمان واحنا صغارين رايحين نلعب في الشارع كل واحد رايح يلعب يا جماعه تعالى عشان نلعب تعالى نجمع بعض وننزل الملعب نلعب مع بعض. شخصيه المدير الفني مش قويه مع اللعيبه, مش قويه كخناق او زعيق في اللعيبه, لا أي. شخصيه في اداء اللعيبه في طريقه لعب مع اللعيبه. اللعيبه هي اللي شخصيتها اقوى من المدير الفني في اللعب. يعني كل واحد بينافس اللي في دماغه. تيجي تتفرج على بيراميدز نجوم كبار جدا بس كل واحد بيلعب اللي في دماغه, كل واحد بيأدي فكره هو. مفيش ربط مثلا بنص الملعب بخط الظهر بالمهاجمين بحراسه المرمى. فرقه كاسامي كل واحد فيهم لو لعب في نادي يبقى هو نجم الفرقه. عايز تتغلب على النقطه دي كنت لازم تجيب مدير فني كشخصيه قويه جدا او كمدير كوره. سنتين ثلاثه دول يا كابتن احمد يعني ما بين محلي مدربين مع مديرين فنيين من مصر يعني مصريين واجانب اكيد جابوا مدرب كتير جدا كتير جدا مفيش حد من دول. بس المدير الفني السنه دي موجود من اول الموسم اروى بارينا موجود من اول الموسم بس انا شايف ان هو مش قادر ملوش بصمه. تاثير ده على اللقاء المنتظر بقى فرقه خارجه من بطوله افريقيا مع فرقه واصله نهائي دوري الابطال, فرقه بتترنح في الدوري وبتخسر ماتشات كتيره جدا ومش محققه يعني حتى فكره انك انت تبقى مركز ثالث ورا الاهلي بالنسبه لها معاناه شديده جدا ورا الاهلي والزمالك. فرقه موسم بتاعها مش مستقر الى حد كبير مع فرقه فرصها في تحقيق كل الالقاب والبطولات واضحه. هل حضرتك شايف انه كجمهور دلوقتي كمشاهد ومتابع ومشجع شايف انه ماتش الاهلي وبيراميدز تنطبق عليه او تاثر عليه المقدمات دي ولا هنشوف كوره 90 دقيقه مختلفه تماما عن مقدمتها؟ بص من ساعه ما تم تكوين فريق بيراميدز مباراه بيراميدز والنادي الاهلي ليها طبيعه خاصه. بقت زي مباراه الاهلي والزمالك بالظبط. مع طبعا الفرق بالفرق طبعا جماهيريه نادي الزمالك والجماهير لكن اعلاميا وكان في تفوق في الاول لبيراميدز في بعض الماتشات فدي خلت الصراع بقى قوي جدا. غير بيراميدز اي مباراه اي فريق بيلعب النادي الاهلي ايا كان في مشاكل حتى الترجي قبل المباراه كان عندهم مشاكل كبيره جدا بس قبل المباراه بيلم كل اي فرقه يعني كان لسه كنت بتكلم في النقطه دي مع اصدقائي ان كابتن طارق سليم الله يرحمه كان ليه مقوله بيقولها لنا على طول واحنا عندنا مباراه بيقول لك يا جماعه احنا عندنا مثلا مباراه كابتن طارق كان مدير كوره معاكم كان مدير كوره في الوقت ده كان مثلا بيلعب فريق والفريق ده نسمع عنده مشاكل وفي مش عارف ايه وعندهم ما بيقبضوش وعندهم فكان بيقول لنا مقوله شهيره جدا يا جماعه اي فرقه جايه تلعب النادي الاهلي كل المشاكل دي بتتحل قبليها. اللي متخانق مع مراته بيصالحها والله بجد كده واللي بيزعل والدته بيروح يبوس ايديها واللي بيخاصم اخوه يروح يصالحه كل المشاكل بتتحل قبل مباراه النادي الاهلي لان مباراه النادي الاهلي دي كان زمان كمان مش كل مباراه بتتذاع مباراه النادي الاهلي ضد اي فرقه فده بيبقى اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بالنسبه لهم انت بتقصد مش كل الماتشات بتتذاع اللي هي بره ماتشات الاهلي والزمالك الاهلي بس يعني كان ماتش الاهلي لازم ما دام الاهلي طرف او الزمالك طرف الماتش يعني المحله لكن مثلا والاهلي مباراه الاهلي والمحله لازم تتذاع ما كانتش بتذاع مثلا المحله والمقاولين لا ما فيش حاجات من كده مش كل الماتشات فبتلاقي كل الانديه جايه تلعب النادي الاهلي تركيز قوي جدا وده اتزرع خلاص بقت خلاص دلوقتي موجوده. وبيراميدز كمان طبيعه تكوين الفرقه والفرقه فيها نجوم النادي الاهلي واعلاميا مواضيع كبيره بالنسبه لنجوم النادي الاهلي وطبعا لعيبه النادي الاهلي دي اللي موجوده دلوقتي في بيراميدز عندهم دوافع قويه جدا ليثبتوا لنفسهم لا احنا اخترنا صح احنا سيبنا النادي الاهلي لكن لا احنا برضو احنا عايزين ننجح الفرقه اللي احنا رحناها. في المقابل طبعا لعيبه النادي الاهلي
ما بتفكرش في كده. دي اهداف كل واحد بيفكر في نفسه، لكن النادي الاهلي بيفكر اهداف كتيم، كاهداف عندنا بطوله مهمه جدا الدوري العام عايزين نمشي فيها زي ما مشينا في بطوله افريقيا. فمباراه صعبه جدا جدا. بيراميدز ما عندوش حاجه يبكي عليها، خلاص خرج من افريقيا، عنده مباراه الدوري، هيبدا يفكر ان هو عايز يوصل على الاقل مركز رابع عشان يخش بطوله افريقيا السنه الجايه، لكن هو بعيد خلاص عن المنافسه، بعيد عن المنافسه. بس المباراه دي بالذات دي منافسه لوحدها، دي بطوله لوحدها، بطوله لوحدها ومنافسه لوحدها، موضوع منتهي يعني، لو حد يتكلم فيه معروف مباراة تبقى صعبه جدا جدا. بس في ثقه، احنا شايفين في ثقه في اداء النادي الاهلي، في اداء لعيبه النادي الاهلي عندهم ثقه دلوقتي. نلعب اي مباراه اذا كان المنافس ايا كان المنافس، بنلعب بشكل، المنافس بيلعب بطريقه، احنا ادائنا وطريقتنا ليها شكل معين، نلعب بيه باي فرقه، وان شاء الله انا شايف ان شاء الله المباراه مكسب باذن الله ان شاء الله. بعين المدرب، مين لفت نظرك في فرقه الاهلي في الفتره الاخيره؟ طبعا اللي لفت نتكلم على اول واحد بس عشان كان بعيد ودخل، اكرم توفيق. عشان لما تلاقي يكون عندك لعيب بديل وتيجي تلعب ويظهر بمستوى جيد، دي بتفرح اي المدير الفني يعني. ان هو بيقولوا على طلع على قد المسؤوليه، فعلا اكرم قدم مبارتين، هو طلع اكبر من المسؤوليه الحقيقه بالظبط، هو عدى المسؤوليه بشويتين لكن في ناس في اداء النادي الاهلي عاجبني جدا، ما شاء الله زي بدر بنون من الناس اللي مستمتع بيها جدا جدا في اداء النادي الاهلي، والسهل الممتنع حاجه. لو جماهير النادي الاهلي فعلا ركزت مع بدر بنون، هتلاقي لعيب شكل لعيب جديد فعلا، اداء جديد ودافع بدرجه وسطه ومعلم بالظبط صراحه يعني. فعلا. وطبعا قفشه من الناس برضو اللي لها دور مهم جدا في هجمات النادي الاهلي. موسيماني اشتغل على قفشه، محمد شريف. موسيماني والله انت اخترت اسمين، شريف وقفشه، اكيد بيتهيألي ان الاثنين دول مع موسيماني كمان في شغل مدرب، بصمه مدرب واضحه. عايزين برضو نتكلم في نقطه مهمه جدا في الاول، عدم اقتناع مستر موسيماني الاول محمد شريف، وكانت جماهير النادي الاهلي تقول طب ندي محمد شريف، ندي محمد شريف. وفعلا دي بقى دور اللعيب البديل، انك انت لما تاخد الفرصه تمسك فيها. وده اللي حصل. محمد شريف كان بعيد الاول، وكان مستر موسيماني كان لسه بيديله شويه في شويه لغايه باثبت نفسه وقال لا انا استاهل مهاجم رقم واحد في النادي الاهلي. وفعلا دلوقتي محمد شريف مهاجم رقم واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله لفترات طويله لو فضل على هذا المستوى ان شاء الله. اسالك بمناسبه انك برضو كنت ماسك سموحه، لازم اسالك على احمد عبد القادر، واحد من اللعيبه اللي عاملين سيزون محترم جدا، وجماهير الاهلي بتشكر في مش بس جماهير الاهلي الحقيقه، كل المتابعين والمحللين يعني والناس المتخصصين بيشكروا جدا في مشاركه احمد مع سموحه السنه دي. رايك في احمد ايه؟ وبتشوف انه ياخد تاني بره ولا ان الاوان انه يرجع السيزون اللي جاي؟ احمد عبد القادر لعيب جيد جدا وعجبني مستواه جدا، وشخصيته في الملعب بيفكرني، لا ما اعرفش الناس ممكن تكون فاكره وليد صلاح الدين، لان وليد صلاح الدين كان جيلي، كان جيلي وانا بلعب انا ووليد واحنا عندنا 12 سنه في النادي الاهلي. وليد عبد القادر جيل هادي، هادي ووليد واحمد ايوب اللي طلعنا في الفريق. ايوب طبعا. عنده شخصيه في الملعب، عنده هدوء، عنده مهاره، ودي بتشتغل في المركز رقم 10، دي بيبقى حاجه كويسه جدا. بس انا مش عايز احمد عبد القادر يرجع ويقعد. فاتمنى ان هو يكمل سنه كمان، لانه احمد مع دي اول عاره ليه، ما طلعش مثلا المواسم تانية. لكن ناصر ماهر مثلا قبل ما يجي النادي الاهلي طلع له موسمين ثلاثه اشتغل عاره، فدي زودته. لكن مش عايزين نستعجل عليه، نديله فرصه كمان موسم ويبدا يرجع، لان عندك برضو انت وجود قفشه في المكان دوت خلاص يعني. كل التوفيق للنادي الاهلي، هنفتح صفحه الدوري والحمد لله ماتشات يعني مش هنبعد بعيد عن قوه المنافسه. عندنا اربع ماتشات عيار تقيل، وكل ماتشات الاهلي بتهيألي لغايه نهايه السيزون هتبقى ضرب نار. قلت لحضراتكم حتى الفرق اللي بتصارع على الهبوط وبتصارع على النقطه هتيجي قدام النادي الاهلي ولازم هتحجر، يعني ده شيء مفروغ منه. نتمنى ان شاء الله الاهلي يقدم كره حلوه، ربنا يحمي فرقتنا طبعا من الاصابات والاجهاد. عندنا كل اسبوع ماتشين زي ما اتفقنا، ولغايه ما نوصل ان شاء الله نهائي دوري الابطال ونبقى حققنا اهم هدف في السيزون ده ووصلنا للنجمه العاشره والتتويج بدوري الابطال. بشكر طبعا كابتن احمد عبد الفتاح ضيفنا النهارده في السادسه، شرفتنا ونورتنا. اشكرك على وجودك معانا كابتن احمد. متشكر جدا، وان شاء الله اتمنى التوفيق للنادي الاهلي للمباراه القادمه ان شاء الله. وباركت لك على الوصول للنهائي ان شاء الله. أكيد. المره الجايه نتقابل اكون ببارك لك على التتويج باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل زي ما اتفقنا
كل يوم في نفس الميعاد السادسة بتوقيت القاهرة. تحيات الكل جماهير النادي الأهلي.